أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، كنت ودعتكم في الجمعة الماضية وقلت لعلها آخر جمعة في هذا الموسم، وكنت طلبت في تلك الخطبة من الإخوة المشاهدين في كل مكان ممن يسجلون هذه الخطب أن يبعثوا إلي بما قد يكون عندهم من هذه الخطب المسجلة على الفيديو، وكان ذلك نتيجة خطأ موظف التلفزيون مسح بعض الخطب، ولكن جهات معينة استغلت هذا الكلام وحرفته عن مواضعه وجعلت منه قصة أخرى. هذه مشكلة في أمانة الكلمة. الإنسان أمين على الكلمة التي يقولها والكلمة التي يسمعها. لا يجوز للإنسان أن يلقي الكلام على عواهنه ولا أن يطلق لسانه كالمنشار آكلا هابطا وآكلا صاعدا. لا، الكلمة أمانة ومسؤولية. لا يجوز للإنسان أن يتصرف في الكلام ويحرفه عما قيل لأهداف شتى. المسلم يرعى الله في الكلمة. الكلمة أمانة. إذا كان لك هدف فلا تدخل أهدافك الدنيوية والمادية والشخصية في تحريف الكلام، فهذا قد يسيء إساءات بالغة إليك ويسيء إلى الناس من حولك ويسيء إلى دول. ولذلك كانت مسؤولية أهل الكلمة الذين صناعتهم الكلمة، الصحفيون، الإذاعيون، الخطباء، الدعاة، الإعلاميون في أي لون من ألوان الإعلام، مقروءا كان أو مسموعا أو مشاهدة، كانت مسؤوليتهم مسؤولية كبيرة عن الكلمة.